لقد بدأت في هذا اليوم حملة التبرعات من قبل هيئة الإغاثة الإنسانية في مدينة أريحة لمساعدة إخوانهم في جبل الزاوية لما يتعرضون له من حصار وقصف وتنكيل وحرق البيوت وتشريد. وقد بدأ الأهالي بإحضار المعونات إلى مسجد بلال وهو مقر إحضار هذه المعونات وتوزيعها، فمنهم من أحضر المساعدات المالية ومنهم من أحضر المساعدات من أغطية وألبسة ومنهم من أحضر من أساس بيته، فقد بذلوا الغالي والنفيس لمساعدة إخوانهم المتضررين في جبل الزاوية. وهنا معنا أحد أعضاء هيئة الإغاثة في مدينة أريحة. سيدي الكريم، ما هو الهدف من هذه الحملة التي تقومون بها لمساعدة جبل الزاوية؟ عملا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. ونظرا لما آلت إليه الأوضاع الإنسانية في جبل الزاوية بسبب الحملات المتكررة للجيش الأسدي، فقد هب أهالي أريحة لإغاثة إخوانهم في جبل الزاوية وقدموا الغالي والنفيس لصالي إلى إخوانهم. شكرا جزيلا. ومعنا أيضا أحد أعضاء اللجنة. سيدي الكريم، هل هناك من الصعوبات في إيصال هذه المساعدات إلى جبل الزاوية؟ نعم بالطبع، في هنالك صعوبات جمة، فقد أغلقت عصابات الأسد الطرقات وهناك صعوبة شديدة في إيصال هذه المواد. شكرا جزيلا.